يعني يمكن كنت قبل الفصل كابتن جمال وكنا بنتكلم انت حضرتك في الجزئيه الخاصه بفكره نفسيه اللعيب وتتعامل معاه ازاي. انا الحقيقه كمان مش بس بتكلم على التمرين، انا بتكلم حتى كمان على الماتشات والبطولات. تجربه بيتهيألي قاسيه جدا على جيل منتخب مصر للشباب اللي راحوا تونس عشان يلعبوا طبعا تصفيات المؤهله لكاس افريقيا، ما لمسوش كره ورجعوا طبعا خسرانين ولم يتاهلوا لا لبطوله الامم ولا لكاس العالم طبعا، وده حلم اي لعيب مصري في المرحله دي. طبعا هم انا مشفق عليهم طبعا، يعني طبعا لان هي مش عايز اقول ايه، ما مش قادر اقول لك هزيمه مريره ولا ايه الاخبار، مش عارفين الدنيا في ايه. طبعا حصل طبعا مشاكل ومشاكل الكورونا وحاولوا ان هم يلعبوها، وحاول برضو الاتحاد الكوره هنا يعني يلحقوهم باتنين لعيبه عشان يوصلوا لعدد 15، ولكن الظروف طبعا لخبطت معاهم. طبعا كان الله في عونهم لان هم فقدوا امل طبعا كبير، بدايه ان هم يتشافوا على شكل كويس وفي احتراف، في سماسره كتير بتبقى في بطولات الاولاد الصغيرين دول. انت بتتفرج على اللعيبه لعيبه المنتخب ده يعني عارف مستواهم، شايف امكانياتهم، شايف قدراتهم. اعرف منهم مجموعه، زي العربي بدري طبعا، وكان في لعيب في انبي برضه، لعيب العشري، لعيب كويس قوي يعني، وفي مجموعه لعيبه متميزين اعتقد ان هم كلهم هيبقوا مستقبل الكره المصريه. ولكن بطوله زي دي كانت تزيدهم ثقلا للقادم، ولكن طبعا ما وفقوش، ما فيش اي مشكله، ربنا يوفقهم طبعا في انديتهم ويلعبوا فريق اول ودرجه اولى، ويقدروا برضو ان شاء الله يكون عندهم فرصه في المنتخبات القادمه ان شاء الله.